صباح ديال 31 ديسمبر 1916 تلقات جثة ديال واحد الرجل جامدة في واد نيفا في سان بيترسبورغ، وهذا الرجل كان هو راسبوتين. شكون هو راسبوتين وشنو هي قصته؟ اكتشفوها جميع بعد الانترو. ساد غريغوري ياموفيميتش راسبوتين، محافظة تودولسك في روسيا عام 1869، وكبر في قرية بوكروفسك في سيبيريا. في صغرو عاش بزاف ديال الأزمات اللي كونات شخصيته الغامضة والغريبة. في سن 12 سنة شالت العافية في داره وتوفات الأم ديالو. تبعتها كارثة أخرى كانت من نصيب خوه اللي كانت يلعب هو وياه حدا الواد وجرهم بجوج. خوه غرق وهو فلت بعجوبة وبقى فاقد الوعي لأيام. كان معروف بجاذبيته وكان تيقول أنه عنده قوة علاجية وكان تيشوف رؤى تل درجة أن الناس ولو كيقدسوه. في هذا الوقت كان الولد الوحيد وارث العرش ديال قيصر روسيا نيكولاي الثاني. كيعاني من مرض الهيموفيليا، الحاجة اللي خلات ألكسندرا زوجة نيكولاي جيب راسبوتين القصر باش يعالج ولده. ويشاع أن بالفعل الولد نقصات حدة المرض ديالو. هذا الشيء خلاه يسيطر على ألكسندرا، ترداته مستشار مقرب من نيكولاي. راسبوتين كانت عنده سمعة خيبة في العامة، لحقاش كان سكير وزير نساء، شيء اللي خلى الناس تهضر بزاف ويقولوا أنه كانت عنده علاقة مع ألكسندرا وهو اللي ولا مسيطر على قرارات القيصر عن طريق مراته. واخا ما كان حتى شي دليل ملموس على هالهضره، وبزاف ديال المؤرخين تيقولوا ان الاشاعات مبالغ فيها، لكن ما هو مؤكد ان راسبوتين كانت عنده علاقه قويه مع ألكسندرا وهو الشيء اللي كان تاثر على القرارات السياسيه ديال الرجل. يوم 30 ديسمبر 1916 عرضوا عليه بعض النبلاء الحفل عشاء في منزل الامير فيليكس يوسوبوف في بيتروغراد اللي هي سان بيترسبورغ دابا. في الحفل دار يوسوبوف مع العديد من النبلاء الاخرين سم السيانيد في الشراب ديالو، لحقاش بغاو الموت ديالو تبان عادي، ولكن السم اثر فيه على الفور. من بعد تيراو فيه بربعه ديال القرطاسات وراحو للوالد. كشف تحقيق في وفاه راسبوتين انه تضرب بربعه ديال القرطاسات والقرطاسه الاخرى هي اللي كانت قاتله. كانت وفاه راسبوتين ايضا موضوع الكثير من التكهنات ونظريات المؤامره، وكاين اللي تيقول ان المخابرات البريطانيه هي اللي قتلته، وكاين اللي تيقول انه دار رسومات وهرب للعيش في شي بلاصه مخبيه. ولكن الارجح انه تقتل على يد مجموعه من النبلاء اللي قلنا قبل. من بعد الموت ديالو اصبح راسبوتين شخصيه اسطوريه في الفولكلور الروسي، وكانت حياته موضوع العديد من الكتب والافلام والاعمال الفنيه. كانت هذه هي القصة باختصار لراسبوتين. إلى اللقاء في حلقة أخرى وشخصية أخرى.